did in preparation for the program. Thank you. بسم الله القوي الحضور الكرام. في البداية نشكر الله تبارك اسمه الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك للاحتفال بالعيد الوطني المصري في الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة. باسم أبينا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كهنة كنائسنا القبطية وجموع الأقباط بالإبراشية في ولايات بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فيرجينيا، نتقدم بجزيل الشكر لسعادة السفير معتز زهران سفير جمهورية مصر العربية في الولايات المتحدة الأمريكية لتلبيته الدعوة وتشريفنا بالحضور في هذا اليوم. أيضا نتقدم بالشكر إلى كل من سيادة اللواء عبد الرؤوف موسى الملحق العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وسيادة العميد محمد الياور والسيدة حرمه رئيس مكتب المشتريات بواشنطن دي سي. وأيضا سيادة القنصل عبد الرحمن رأفت قنصل جمهورية مصر العربية في واشنطن. سيادة العقيد طيار باسم كمال والسيدة حرم. سيادة المقدم أركان حرب أحمد عطية والسيدة حرم. الرائد خالد زكي والسيدة حرم. سيادة البروفيسور دكتورة شهند عزة الملحق الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية في مصر. السادة الضباط من مكتب المشتريات بالولايات المتحدة الأمريكية، السادة أعضاء سفارة جمهورية مصر العربية الذين لبوا دعوتنا وشرفونا بالحضور للاحتفال معا بالعيد القومي لمصرنا الحبيبة. أعاد الله علينا وعلى بلادنا مصر الحبيبة بالخير والبركات، وليعم السلام في أراضيها، ولتملأ المحبة والأخاء وجدان شعبها في الداخل والخارج، وليكونوا دائما على قلب رجل واحد لا يقدر أيا من كان أن يفرق بين أفراد شعبه، الذي ظل على مدار العصور يدا واحدة وقلب واحد في مواجهة كل التحديات تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وكما كان يحلو لطي أبينا طيب الذكر مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة أن يردد المقولة الوطنية الخالدة لخطيب الثورة المفوه مكرم عبيد باشا، كان يقول أن مصر ليس وطنا نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا. ومن بعده أعلن أبينا
الحبيب قداسة البابا الأنبا طاووروس الثاني الذي جاء خير خلف لخير سلف إن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. إن مصرنا الحبيبة هي وطن يسكن في وجدان كل منا، سواء عشنا في الداخل أو في الخارج، فقد ولدنا مصريون وسنموت أيضا مصريين. نحن الآن نرى رياح التغير تسري أو التغيير تسري في كل ربوع مصر. نرى مناطق إسكان عشوائية تختفي وتستبدل بحياة كريمة. نرى رؤية جديدة وفكر يسابق الزمن. نرى محاربة للفساد في كل مكان. نرى منظومات كالتعليم والصحة يتجهان في الاتجاه الصحيح وفي خطى ثابتة مدروسة. نرى مبادرات من الإدارة المصرية للتواصل مع الجيل الثاني والثالث من المصريين المهجر. نرى مدن جديدة كمدينة العالمين الجديدة ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة بحجم دولة سنغافورة يتم بناءها بأيدي بناة الأهرام. نرى اقتصاد قومي يبني نفسه بنفسه، حيث استمر في النمو أثناء جائحة كورونا على عكس أعظم اقتصاد العالم التي تأثرت بهذه الظروف. إننا حقا نرى مصر تتغير، واليوم هذا مدعاه لفخرنا ببلدنا مصر الحبيبة. نقول لك يا مصر عشت لينا وفينا يا مهد الحضارة، فنحن كلنا أبنائك أينما كنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. It is our pleasure to now welcome His Excellence Mu'taz Zahran to the stage. مساء الخير جميعا. نيافة الأنبا كراس، أشكرك جزيل الشكر على تنظيم هذا الحفل البهيج احتفالا بذكرى ثورة يوليو المجيدة في عيدها 69. وبالتالي فرحتنا النهارده فرحة السفير طبعا وأعضاء السفارة وسيادة اللواء وسيادة العميد وكل أعضاء المكاتب الفنية، فهي فرحة غامرة لأسباب عديدة. واحد قلتها، عدم قدرتنا على تنظيم الحفل. اثنين، ان احنا نشهد هذا الحفل في الكنيسة تحت قيادة نيافة الأنبا كراس، والمشاعر الجياشة في نفوس المصريين تجاه الوطن الأم مصر، مصر الحبيبة التي تعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه، كما ذكر قداسة البابا شنودة رحمة الله عليه. ومن هنا هذه السعادة الغامرة. فنيافة الأنبا كراس، لقد ذكرتم بعض مظاهر التقدم والتحول الكبير الذي تشهده مصر، وهي رؤية ثاقبة نسير فيها كدولة بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار فيما يتعلق بالمدن الجديدة، المدن الذكية الجديدة، فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني. ولعله من المناسب أن أشير إلى أن في ظل عام وباء استطاع الاقتصاد المصري أن ينمو بمعدل 3.6% فيما يعد في حد ذاته إنجاز، وإنجاز كبير في ظل معدلات نمو أخرى في المنطقة وخارج المنطقة التي لم تتعدى الصفر، بمعنى أنها كانت في السالب أو
في أحسن أحوالها كانت زيرو. فبالنسبة لنا ده كان شيء ضخم جدا، إن في ظل التحدي وفي ظل سياسات متوازنة راعت أمرين، راعت صحة المواطن وفي نفس الوقت راعت أهمية عدم إغلاق الاقتصاد، لأن في المجتمع المصري هناك الكثير من يعتمدون على أعمالهم اليومية للحفاظ على حياتهم وحياة كريمة والحد الأدنى من القدرة على مواجهة تحديات الحياة. فاضطررنا في مصر أن نوازن، وهذه الموازنة جاءت بنتيجة لا يمكن أن نكون أو نسعى لأن تكون أفضل من ذلك. المؤشرات كلها للعام القادم، ولسه قاري قبل ما يجي، هذه المؤشرات تتحدث عن 5.5% في العام القادم من معدل النمو، وده أيضا في حد ذاته ولو تحقق هيكون أحد الإنجازات الأكيدة اللي هي تضاف إلى إنجازات الدولة المصرية. فمصر في تقدم مستمر، المهم أننا نؤازر الدولة المصرية، نؤازرها في الخطط التنموية، نشارك بخبراتنا، والجالية المصرية جالية عريضة ولها من الخبرات المتعددة، ونسعى دائما للتواصل معها. وكنت منذ البداية وحرصي هذا أعتقد أنه تم إيصاله جالية كبيرة، ولكن على قدر ما استطعت عن طريق زميلي عبد الرحمن رأفت أيضا تواصلنا فيرتشولي مع مجموعة ليست بالقليلة، بهدف أن احنا نحشد الهمم تجاه الدولة. الدولة المصرية تظل وفي ظل نجاحاتها تتعرض لمخططات وتتعرض لاستهداف، وهذا الاستهداف يأتي من دوائر نعلمها جميعا لفظها الشعب المصري في 2013، ولفظها إن شاء الله إلى غير رجعة، ولكنها تعيش في أوطان أخرى ومن ضمنها هنا في الولايات المتحدة، ويسعون إلى هدم الصورة الذهنية للدولة المصرية لدى صناع ودوائر القرار في الولايات المتحدة. نحن نجابها، ونجابها عن طريق مساعي متكررة عبر نشرات وعبر نيوزليترز وفاكت شيتس في مختلف المجالات. أشرنا إلى بعض التقدم في المجال الاقتصادي، إنما هناك تقدم هائل في مجالات أخرى كثيرة بما فيها مجال التعليم. مجال التعليم مجال مهم جدا أؤكد عليه، وفي كل مرة أرى سياسات تحتضن مناهج جديدة وأساليب تدريس جديدة وجزء من التعمير الحاصل في مصر يتعلق بإقامة جامعات وشراكات مع جامعات جديدة وشراكات مع جامعات عالمية في الولايات المتحدة وكندا وغيرهما. منحس شوية كندا، أنا كنت في كندا قبل كده وشفت مذكرات تفاهم عديدة، ولكن هذه الرؤية رؤية تعي بأن التنمية البشرية تسير جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. وبالتالي أملي بأننا نكون جميعا ونحن هكذا بالفعل، وهذا الحفل دليل على ذلك، دليل مؤكد على ذلك بأننا يدا واحدة وسوف نظل يد واحدة. أنا أملي من عبد الرحمن بك وهو يستمع إلي الآن بأن وأنا أعلم أن الكنيسة على قائمة السفارة، وبالتالي كل النشرات التي تصدرها السفارة من فاكت شيتس نيوز لاترز وما إلى ذلك وبوست كاردز بتصل إلى الكنيسة. أملي أن كل شعب الكنيسة يراها لأنها تتحدث عن أمور عدة، بما فيها اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، بما فيها المنتدى الجديد في شرق المتوسط، بما فيها التقدم الحاصل في
الموضوعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات ICT في مصر بما فيها ما يتعلق بالطاقة في مصر بما فيها ما يتعلق بالطاقة المتجددة في مصر السولار انرجي الويند باور والواتر وعندنا تحديات ممثلة في سد النهضة نجابحها على مسارح دولية متعددة وبجهود متواصلة من أجل التوصل إلى الدفاع فأملي أننا نستطيع أن نؤازر الدولة المصرية إذا ما كنا على إيمان فعلا بالدولة التي ندين لها بكل الفضل بوجودنا من أساسه أن احنا نستطيع أن نخاطب هؤلاء الدوائر لأن الجماعة اللي ما تتسمى بتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ هي تفعل بالضبط ذلك طول النهار مع مكاتب الكونغرس بتاعتها من يبعثوا في رسائل يبعثوا في مصر وحشة مصر وحشة مصر وحشة لحد لما الناس هنا اعتقدت فعلا ان فعلا مصر وحشة بالإضافة إلى توجهاتهم الأصلية ما أدى إلى اتخاذ مناحي ليست بالضرورة حميدة فإحنا طول النهار عمالين نجابه نواجه نتلقى ما يرسلونه إلى المكاتب وفي مسلسل كان اسمه حجمة مضادة مش عارف حد شافه ولا إنما إحنا كنا شغالين حجمات مضادة وإحنا عايزين نوصل إلى مرحلة إن إحنا نبقى في الصدارة ما تبقاش كل حاجة رد فعل رد فعل رد فعل إنما إحنا يبقى عندنا الفعل وبنحاول نعمل كده في السفارة ولن ننجح إلا بمؤازرة بمؤازرة الجميع فنيافه الأنبا كراس أنا عاجز عن الشكر عوضتم الحفل الذي كنا ننوي أو ننتوي تنظيمه ولكن قريبا سيادة اللواء أكيد حيبشرنا إن في أكتوبر هيبقى في حفل آخر لن أتحدث عنه بس إن شاء الله ما يكونش فيه وباءات ونستطيع أن نحتفل سويا بإذن الله في داركم الأول في السفارة المصرية خالص الشكر وكل عام وأنتم بخير وطولت عليكم ودايما بصحة وسعادة ونلتقي دوما في مناسبات سعيدة شكرا مجموعة العمل حطينا موفي صغير على ان مصر بتتغير احنا حقيقي شايفين ان مصر بتتغير شايفين انه المينتاليتي بتاعت مصر والاداره اللي فيها جاده جدا في التغيير مش بتفكر يعني باي شكل غير التقدم فادينا ثلاث امثله بس النهارده المصريين بيبنوا في كل شبر على الارض مصر وبيعملوا شغل ما اتعملش في مصر من اكتر من 150 سنه بيبنوا مدن جديده في نفس الوقت مفيش حد بره المنظومه مفيش حد مش معمول حسابه كل ده اتبنى في زمن قياسي وشكل الحياه في مصر بدا يتغير وكل المصريين هيعيشوا الحياه بجوده عاليه 80 miles southeast of Cairo on the 650 meter tall Galala plateau Between Ain Sokhna and Zafarana, a brand new city is being constructed. It is called Galala City. The project, along with the new capital, New Alamein, and many other Egyptian mega projects, is part of a nationwide program to absorb Egypt's exploding population. بالعمل والجهد والعرق واحنا بنحاول نسابق الزمن عشان نحقق
مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. المبادرة الرئاسية كلم عربي هي مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة، وحصلنا على الرعاية الكريمة من السيد رئيس الجمهورية. هذه المبادرة الوطنية اللي بتهدف إلى ترسيخ مفهوم الهوية المصرية لدى أبنائنا من الجيل الثاني والثالث في الخارج، وأيضا تعليم اللغة العربية وبالتأكيد ثقافتنا وعاداتنا وقيمنا وتقاليدنا. I'm not afraid.
كل اللي تعبوا معنا في عشان يطلعوا الحفلة بالشكل ده. وإحنا بنوعدكم إن ده يكون بإذن الله يعني عيد كل سنة نحتفل بيه باسم أمنا مصر. ودي مش حاجة كتيرة على بلدنا اللي إحنا يعني خدنا من خيرها كلنا وتربينا فيها. تكريم ليكم جميعا إن أنتوا يعني طلعتوا لنا اليوم ده بالجمال ده والرقي ده والحضارة دي. وزي ما قلنا لكم بنوعدكم ان دايما باذن الله يكون ده كل سنه على عهد ان احنا نقابلكم. ويعني متشكر ليكم جميعا وباسم كل الحاضرين انا بقول للقداسه ابونا توماتيوس انه يتفضل عشان هو يمكن ادرى مني فالحاضرين يشكركم جميعا. الحقيقة من ساعة ما سيدنا بكراس كلفنا من بالترتيب اليوم ده وأنا يعني ده احنا ما كملناش 20 يوم تقريبا سيدنا دانا التكليف. والحقيقة مشاعر كثيرة كانت يعني تدور في داخلي. الشعور الأول هو كان شعور بالشكر لربنا لأن ربنا دايما يختار الناس الطيبين الغلابة ويعمل بيهم. فكون ان ربنا يجمع المجموعه دي النهارده في المكان ده بالطريقه دي فيعني هو الشكر الاول والاخير هو لربنا، ربنا اللي دبر كل ده. فالحقيقه تشريف حضرتك وكل اعضاء السفاره دي يعني مش عارفين نشكرك عليه ازاي. وجودنا مع بعض واستشعرنا بكل الذكريات مصر الجميله شفناها النهارده الماضي والحاضر والمستقبل. نشكر حضرتك لتشريفك، نشكر كل اللي هم من اعضاء المكتب العسكري وسياده اللواء والقنصل واعضاء المكتب الثقافي وكل اللي هم شرفونا. بنشكر سيدنا لترتيبه هذا اليوم، بنشكر اقصى ابونا شنوده كاهن كنيسه العذراء في ميرلاند، بنشكر الاخوه اعضاء مكتب السكرتاريه بتوع سيدنا اللي هم معاه، بنشكر حضراتكم لان الوجود من غير وجودكم ما كانش اليوم يبقى جميل كده. سواء اللي هم سواء اللي اشتركوا في الخدمة سواء اللي تعبوا يعني وجودكم هو اللي خلى اليوم يطلع بالجمال ده. أنا ما كنتش متخيل لما قالوا في 20 يوم هنعمل ده كله أنا قعدت أتفرج وقاعد طول ما أنا قاعد دلوقتي عمال أقول يا رب أشكرك لأنك فعلا أنت ما فيش زيك. ربنا إله طيب وصالح وليه المجد وليه البركة. أنتوا نورتوا وباركتوا وزودتوا وشرفتوا وربنا يديم محبتكم ومن سنة إلى سنة كنت سنوات.